بنرحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبارنا. وهنبتدي برضو يعني بخبر يعز علينا جدا جدا، فراق رمز من رموز الإعلام ورموز الصحافة في مصر، وزي ما بيقولوا كده الرموز ترحل في صمت. صاحب بصمة كبيرة في الإعلام وفي الصحافة، ويمكن قبل رحيله طبعا صورة الكاتب الراحل والمفكر والصحفي والمحاور مفيد فوزي، يمكن كان قبل وفاته بحاجة بسيطة كان بيتكلم على فكرة الصحافة الورقية وخوفه من أن الصحافة دي تندثر، وخلي بالكم، ويعني حبه وخوفه على مهنته أنه تلمز وتعلم على دي أجيال وأجيال من الصحفيين ومن الإعلاميين. واحد من اللي قدر أنه يحاور أشهر السياسيين والأدباء والمفكرين والفنانين على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، ويدخل جوه كده أعماقهم، وكان ليه طريقة مميزة ومميزة جدا الحقيقة في كل حواراته، سواء الصحفية وكتاباته أو حواراته التلفزيونية اللي أجراها. لكن بنقول أنه كان فعلا هو رمز من رموز الصحافة والإعلام، كان صاحب بصمة وكان صاحب أثر على مدار مشواره وتاريخه الصحفي والتلفزيوني. ربنا يرحمه ويعزي يا رب كده كل أسرته وكل محبيه. طبعا أستاذ مفيد فوزي قامة صحفية وقامة إعلامية كبيرة جدا، ربنا ينيح نفسه ويعزي أسرته. وطبعا هو كان يعني غني عن إن احنا نقول عليه كلام كتير جدا، كان شخص يعني مهم جدا في تاريخ مهنة الصحافة وفي تاريخ مهنة الإعلام، وكان صاحب مدرسة خاصة في التقديم، سواء في التقديم التلفزيوني أو حتى في الكتابة النقدية والكتابة الصحفية. خالص العزاء لكل أسرته. من أخبارنا النهاردة، متحدث الصحة بيقول إعطاء حقن في الصيدليات بدون روشتة مخالف للقرار الوزاري. ووزير الصحة وزارة الصحة كانت أصدرت بيان وقالت إن إحنا ما فيش مشكلة إن الصيدلي يدي الحقن المختلفة، لكن بروشتة من طبيب، ويتدرب الصيدلي في مستشفى من المستشفيات الحكومية على مسألة الحقن. اتكلموا كمان عن توافر بعض الأدوية اللي تكون موجودة أثناء إعطاء الحقن، خاصة حقن الحساسية، أمور كتيرة جدا. لكن أنا بشوف إن في خطوة إيجابية. ايه هي الخطوه الايجابيه؟ اللي هي مفيش حاجه اسمها الصيدلي ما يديش حقن. امال معلش، انا النهارده لما عايز اخد حقنه، ولا ابني ياخد حقنه، ولا معاك عيل في نص الليل تعب، طب هتجري على فين؟ انت ترجع تدور بقى على مستشفى. اوقات في اماكن كتيره جدا، خاصه كرة ومراكز، تبقى المستشفيات بعيده، لكن اقرب حاجه لينا كلنا هي صيدلي، اقرب حد بيفهم في الطب لينا كلنا في اي حته، في نجع، في قريه، في مدينه، هو الصيدلي. لكن يبقى في بروتوكول لده ماشي، يكون في يعني آلية للتعامل، مفيش مشكلة. تعالوا نتكلم أكتر. معانا دكتور محفوظ رمز، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة. دكتور محفوظ، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ إسحاق، وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور، طبعا يعني مسألة إن في بعض الأطفال بالذات ماتوا الفترة اللي فاتت، وفي البعض بيتكلم على عدد كبير مش عدد قليل بسبب الحقن في الصيدليات، أثار ضجة وأثار كمان يعني فتح الموضوع وإن احنا نتكلم فيه في إطار كبير جدا. رأي حضرتك فيما قالت إليه الأمور في السماح للصيدلي بالحقن تحت ضوابط كتيرة جدا، لو حضرتك كمان تعرفنا عليها. طبعا كل شكر وتقدير لحضرتك على عرضك الوافي، وطبعا انا من خلال برنامج حضرتك بقدم كل شكر وتقدير بالصرف لبعض الاخبار وزير الصحه المحترم، لان هو اول وزير جاء بغض النظر عن ان القرار لاقى طموح او رضا او رغبه الشارع الصيدلي او لا، لكن هو خطوه في الاتجاه الصحيح لتعديل مسار كنا بنمارسه. احنا طبعا دور الصيدلي لا يقتصر على اعطاء الحقن، القرار طالع ان هو يسمح للصيدلي باعطاء الحقن تحت الجلد او العضل، ودورة تدريبية، وعن طريق المستشفيات أو الأماكن المعتمدة لوزارة الصحة، واللائحة والقرار يطلع ببنود بمستوى هذه الدورة. طبعا كلام كان طلع في جدال المقبل كان بين مساعد الوزير لشؤون التعليم الطبي
والوكلاء الوزاره ان هيكون في السيف انجكشن اللي هو الحقن الامن، والمسكتف شوك اللي هو التحسس اللي يحصل ازاي اتعامل معاه، والبيزك مانجمنت لايت اللي هو بعض الحاجات اللي ممكن تحصل لو حصل لمريض اي حاجه زي سي بي ار او غيره او تنفس صناعي. بعض الحاجات دي كلها معاد الحركه فجاه حاجه ان الحاجات دي كلها مش بيقودها متخصص طبي، لا ده ممكن تلقى واحد عادي جدا بعيد عن حقل الطب واخدها، مش عشان هو يقوم بدور معين، لا عشان هو لازم يقوم بدور معين في وقت معين. بمعنى ايه؟ حضرتك حد ماشي في الشارع، الاطباء ومقدمي الخدمه الصحيه بره في امريكا بيعملوا ايه يا استاذ حق؟ في حاجه اسمها اوتو انجكتور ادرينالين موجوده في جيبه، زي بالظبط الضابط اللي ماشي في الشارع لازم يبقى معاه سلاح ورخصه. الاوتو انجكتور ده ماشي في الشارع ليه؟ لا قدر الله لو حد حصل له، بيبقى طبعا واخد دورات وعارف كويس قوي الجرعات حسب الوزن وشده الحاله. حد حصل له انفلاكتيك شوك من قرصه نحله من اي حاجه تحصل، تمام؟ على بال ما اجيب المستشفى وكده، لا وقت. ممكن الدقيقه الواحده تفرق حياه المريض. صحيح. وانا بكلمك على البلاد المتقدمه اللي هو ممكن اسعاف وطبعا الطرق بشكل معين واسعاف طائر وغيره. فانا في مصر عندي ظروف تحتم عليا ان انا افتح مساحه للصيدلي المجتمعي ان يقوم بدور اكبر من اللي كان موجود. زي مثلا عارف حضرتك بره في امريكا الناس اللي كانت بره ما بتدوش حقن يا فندم في امريكا، وحضرتك اسال اي حد يسال كل الصيدله في امريكا سالناها اللي قام بدور اللقاحات بتاعت كورونا كورونا هم الصيادله. طبعا هو بياخد طبعا بياخد شهاده ليها، لكن انا فكره ان انا ادرب صيدلي يدي حقنه، طب ما صيدلي ليه 40 سنه بيدي حقنه. صحيح. طب هقول لك انا هروح اتدرب عليه، دي رقم واحد. رقم اثنين احنا بنتكلم عن حقن العضل والتحت الجلد. طب بفرض ان جات لي حاله دلوقتي في الصيدليه محتاج ان انا اديله عشان انقذ حياته اديله الحقنه وريد. هل انا اقف عشان اقول القرار بيقول لي لا ما تديش وريد واعرض حياه المريض للخطر، ولا اخد ريسك واضرب بالقانون عرض الحائط وقرار عرض الحائط وانقذ حياه المريض بغض النظر عن اللي ممكن يحصل بعد كده؟ تمام. اللي ممكن يحصل بعد كده اذى شخصي وتحمل مسؤوليه قانونيه للصيدله، عشان كده الموضوع محتاج مشاركه اكثر. وعشان كده احنا بنقول للساده المسؤولين كل شكر وتقدير بالدكتور خالد مراني طلع قرار بسرعه، لكن احنا محتاجين ان الاليه لتنفيذ هذا القرار تكون بطريقه ترضي طموح الشارع الصيدلي ويوسع دائره الكوميونتي فارماسيست. دكتور محفوظ، دكتور محفوظ، احنا مش عايزينها لا ترضي الصيدلي ولا ترضي المريض، عايزين حاجه امنه، يعني يكون الملخص بتاعها في الاخر عشان ان هذه الوسيله اللي هنتوصل اليها تكون وسيله امنه. يعني مثلا هو عامل اشتراط يا استاذ، عامل اشتراط ان يكون عندك الادويه اللازمه لمعالجه حاله التحسس في حدوث انفلاكتيك شوك. تمام. زي مثلا الادرينالين ده لازم يبقى موجود. طبعا. انت مستمنك لازم موجود كورتيزون، ممكن ابقى محتاج ساعتها انا جهاز تنفس لغايه ما انقل المريض للمستشفى. هقول لحضرتك على حاجه لسه اول ثلاث ايام في الدقي طفل والده التسويق خدت طفلين المستشفى شخصته من الطبيب التهاب رئوي، اديته حقنتين عضل ولسه اكتراكسيون ماده فعاله في طفل اثنين متوقف الحال. ايوه. وكان في مستشفى. فالقصه كلها ان انا رقم واحد من خلال برنامج حضرتك بناشد الساده مقدمي الخدمه الصحيه ارجو بلاش كتابه المضادات الحيويه الحقن عمال على بطال. لازم يحصل بروتوكول تعاون ما بين وزاره الصحه ونقابه الاطباء ومقدمي الخدمه الصحيه كلهم ونشتغل اليات معينه لوصف المضاد الحيوي. يا دكتور يا دكتور هل ينفع نوصل مثلا لكيفيه ان الصيدليه تدي كل الحقن ما عدا مجموعه معينه من الحقن دي تبقى تحت اشراف طبي داخل المستشفيات؟ يعني هل ممكن عشان نوصل عشان تعمل كده فتحه؟ خلينا نتكلم بواقعيه، في الظروف الرهينه مستحيل. طب تعمل كده امتى؟ لما السيستم نفسه والمنظومه الصحيه كلها تتغير. بتعمل كده زي بره، زي نموذج بره، بره مثلا بياخد مضاد حيوي بياخدها في المستشفى والمريض حالته تستحق، عشان كده بره مفيش. خلي بالك من نقطه، فكره مقاومه البكتيريا دي كانت لوحدها احنا اتكلمنا فيها قبل كده. فانا محتاج ما ينفعش طفل صغير رايح لدكتور عشان الدكتور يتقال على شاطر يجي يكتب له مضاد حيوي في كاليفورنيا اعلى جنريشن. لا يا فندم، شوف الجهاز ينزل عالميا لازم يحصل رقابه صارمه على كتابه الوصفات الطبيه. أيوة. ويبقى فيها ترشيح محدد ومعروف الطفل خد المضاد الحيوي. ما ينفعش اكتب مضاد حيوي غير لما اكون متاكد ان هناك بكتيريا معينه اصابت هذا الانسان، ده بيتعمل عن طريق المزرعه. بره ما يكون حد سخن طفل صغير بديله برد تمول ثلاث ايام ما استجابش، ببدا اعمل بقى مزرعه واؤدي
الامبيريكال ثيرابي بتاع الانتي بوتكس اللي هو مثلا زي الامستيلين اللي هو في مصر ما بتكتبش دلوقتي. حضرتك بتبص على الامستيلين بره في امريكا وتقدير البلد بره البلد العربيه رقم واحد في المضادات الحيويه. احنا في مصر هنا لو طبيب عايز يراضي عميل عشان مضاد حيوي له عينات مضاد حيوي ما فيش اي لازمه يديله امستيلين. ولا مثلا بدا في مصر فعلا ما جبش نتيجه ليه؟ لان احنا بدانا نتعامل مع الميكروبات بطريقه غير علميه ودي مشكله كبيره جدا. مشكله مش بس يعني طبعا مستغلات المشكله اكبر من كده. احنا محتاجين مساحه او اوسع من كده ان انا امارس بعض الممارسات المهنيه. ما بتتكلم على نقطه مهمه جدا كنا بنتكلم مع بعض الاشخاص في لجنه الصحه على قياس درجه الحراره، قياس الضغط وقياس السكر يقول لك لا مش مسموح. يا سيدي الفاضل حضرتك اللي بتقول مش مسموح كطبيب بتقول للمريض هات جهاز ضغط وجهاز سكر في البيت، لكن لما الصيدلي يقوم بالدور ده لا يبقى الموضوع مش لا معاك حق يا دكتور معاك حق يا دكتور. واحنا يعني برضو احنا اذا كان في وقت من الاوقات ممكن ننتقد سلوك معين بيحصل ممكن داخل الصيدليه، لكن لا ننكر ابدا ان الصيدليه هي اول حد بنلجا ليه في نص الليل والساعه 2 بالليل والساعه والفجر هو الصيدليه مش المستشفى، لان مش كل المناطق في مستشفيات قريبه منها. انا بشكر حضرتك وبتمنى نتقابل قريب ونتكلم اكتر. بشكرك جدا دكتور محفوظ رمز رئيس لجنه تصنيع الدواء بنقابه صيادله القاهره، الف شكر. التدريب على الحقن حاجة مهمة، إنه ما فيش حد يدي حقنة غير برضو حتى لو الصيدلي بروشتة مكتوبة هي حاجة مهمة. إحنا ثقافتنا إن ما نستسهلش ونصرف أدوية ونروح كل واحد دكتور نفسه ونقول له الدكتور إدي ابني الحقنة الفلانية ولا كان قبل كده تعالج بده يبقى إحنا السبب في أذية ولادنا أو في أذية نفسنا. برضو الثقافة دي لازم تبقى عندنا، الوعي الصحي لازم يبقى عندنا. وزارة الصحة برضو اتكلمت بخصوص الفيروسات التنفسية، يعني الفيروس المخلاوي اللي هو عامل للناس قلق، واحنا كل يوم بنتكلم في الموضوع ده، لكن وزارة الصحة بتقول ان الفيروس ده هينتهي مع دخول الشتاء، وان ده مش حاجة جديدة علينا. يعني هي طبيعة الجو او المرحلة او الفترة دي ما بين الخريف ما بين دخلة الشتاء بتنشط فيها الفيروسات التنفسية، لكن لما دخلنا في موضوع الكوفيد او الكورونا خلانا ما انتبهناش لده، لان احنا كان عندنا جائحة، يعني احنا كان عندنا حاجة العالم كله بيعاني منها، فتركيزنا كله كان في الكورونا. لكن ده ما يمنعش ابدا إن المعتاد بتاع كل سنة إن إحنا في نشاط للفيروسات التنفسية في التوقيت ده. نعمل إيه؟ لو حد عنده الموضوع مش منتشر بس في المدارس، حتى في البيوت ناس عندها أزمات تنفسية أو واخدة فيروسات تنفسية، أرجوكم بلاش مضادات حيوية. لما الاقي نفسي عندي ضيق نفس، لما الاقي كحة، لما الاقي سخونة، لما الاقي اصرف مضاد حيوي من نفسي. وزارة الصحة بتقول لحضراتكم والسادة الأطباء أهم حاجة نشتغل عليها هي التهوية الجيدة، نهوي المكان اللي احنا قاعدين فيه بلاش يبقى مقفل، وتاني حاجة نرفع المناعة. نرفع المناعة بأننا نشرب مية كتير، سوائل كتير، ناكل أكل صحي يرفع المناعة، وما نستسهلش الأدوية وأي سخونة. زي ما دكتور محفوظ كان بيتكلم دلوقتي إن إحنا ناخد الحاجات الباراسيتامول تنزل الحرارة، لما ما يستجبش الجسم في يومين ولا ثلاث أيام ساعتها نلجأ للطبيب هو اللي يوجه ويقول إحنا نروح فين. لكن بيطمنونا إنه مع دخول فصل الشتاء الموضوع هيهدى كتير حدته وهتقل. كمان من أخبارنا النهاردة اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية توافق على 8 مشروعات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. إيه حكاية الرخصة الذهبية دي؟ على قد يعني ما نعرف مصر بتعمل حاجة اسمها الرخصة الذهبية، الهدف منها إيه؟ عشان ما بقاش برضو بطول على حضراتكم او بقول كلام يبدو ان هو ايه كلام فلسفي عميق وحاجات كده، لا انا عايز ادخل في الموضوع على طول. مصر عامله حاجه اسمها الرخصه الذهبيه لتشجيع التصنيع وتشجيع الاستثمارات في مصر بدون بيروقراطيه، بدون امضي لي الورقه دي وهات لي الورقه دي، وبدون ما نعطل الناس. هل في مصر محتاجة الاستثمارات؟ محتاجة جدا جدا جدا. هل مصر محتاجة لمستثمرين من بره مصر يجوا؟ محتاجين جدا جدا جدا. المشكلة في ايه؟ المشكلة دايما المستثمر بيشتكي من العطلة، بيشتكي من المشاكل اللي بيقابلها. فالرخصة الذهبية دي هي فكرتها التسهيل على الناس، التخفيف على المستثمر. تعال نشوف دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي يقول لنا ايه النهارده. دكتور وليد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ اسحاق، اهلا وسهلا استاذ هبه، واهلا وسهلا بكل الساده. صباح الفل على حضرتك يا دكتور. اهلا. لو حضرتك تقول لنا باختصار الرخصه الذهبيه، ايه هي الرخصه الذهبيه وايه العناصر اللي فيها تجذب المستثمر؟
يعني طبعا احنا عارفين ان اي حد بيفتح مشروع بيحتاج الى ترخيصات من جهات كتير. يعني مجرد حد يفتح مشروع صغير محتاج ترخيصات للامن الصناعي، للمباني، للصحه، للحياة، كل الجهات يعني. انما فكره ان يكون هناك رخصه ذهبيه ده معناه ان يكون رخصه واحده بتصدر للمشروع بتشمل الانشاء والتنفيذ والاداره والتسيير وكافه انواع الرخص، سهل كتير جدا للمستثمر، بتقلل من الوقت الخاص لانشاء المشروع نفسه. يعني الناس بتشتغل على طول بسرعه جدا، وده شيء مهم جدا، والدوله كانت ابتدت فيه منذ ابريل الماضي. ولكن مستثمرين في المؤتمر الاقتصادي كان لهم مطالبات بأن يتم التوسع في مجال منح الرخصة الذهبية، وده حصل فيه استجابة من السيد الرئيس الحقيقة، وكانت استجابة فورية بمجرد انتهاء المؤتمر، بأن منح السيد الرئيس مهلة 4 شهور يتم فيها الاستجابة لطلبات الرخص سواء القائمة أو الجديدة، بحيث يتم إعادة تقييم هذا الأمر بعد 3 أشهر. وده طبعا شيء مهم جدا، وبحيث ان هو له نتائج ايجابيه في مجال تسريع الاعمال وتشجيع الشركات على ممارسه الانشطه الاقتصاديه. هل ده خاص بانواع معينه من الاستثمارات ولا مفتوح لكل حاجه؟ هو ده نطاقه قليل في الاول في ابريل، بعد كده تم التوسع فيه، ولكن نستطيع ان احنا يعني نرى انه شامل معظم قطاعات الاقتصاد المصري، ولكن في مشروعات محدده. يعني لما بنتكلم في الطاقه بنلاقي ان هي بتصدر في مجال الهيدروجين الاخضر، في مجال نقل الطاقه، في مجال الطاقه المتجدده، في مجال النقل بنلاقيها بتتحدث في قطاعات كالبنيه الفوقيه والنقل الاخضر ايضا. بنلاقي الحقيقه بنلاقي مشروعات في القطاع الصناعي، بنلاقيها بتركز في القطاعات اللي بيكون فيها جانب تصديري كقطاع البتروكيماويات، الصناعات الدوائيه، الصناعات الكهربائيه، بنلاقيها ايضا في قطاعات القطاعات الصناعيه، بنلاقيها في قطاع في بعض القطاعات الخدميه. الحقيقه تم التوسع فيها بصوره كبيره جدا في الفتره الاخيره. تمام، احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، الف شكر. نروح لهيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة، والنهاردة في استقرار في درجات الحرارة فيما عدا الطبيعي جدا في الفترة اللي احنا فيها. الجو بيبقى سائع شوية فترة الصبح للولاد وهم نازلين المدرسة أو أي حد شغله بيخليه ينزل بدري، بالليل برضو متأخر بتنخفض درجات الحرارة، لكن بشكل عام طول النهار الجو معتدل. حالا درجات الحرارة تكون قدامكم على الشاشة. مرة تانية وتالتة، وإحنا هتلاقونا كل يومين بنتكلم عن نفس الخبر. ليه؟ لأن إحنا من أهداف برنامجنا هي التوعية. وزارة الصحة بتقول المضاد الحيوي لا يمنع تطعيم شلل الأطفال، وإحنا بقالنا فترة بنتكلم وبنفكركم إن في تطعيم ضد شلل مرض الأطفال من سن يوم لسن 5 سنوات، هيبقى موجود فين؟ في كل محافظات جمهورية مصر العربية، في كل المدن، في كل القرى، في كل النجوع، في كل الأماكن الشعبية، في كل مكان شعبية، الأماكن الراقية، في كل مكان في مصر هتلاقي تطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم لسن 5 سنين.
التاريخ امتى؟ حضرتك من يوم 11 ليوم 14 ديسمبر الشهر ده، من يوم 11 ل 14 ديسمبر. اللي بيشوفنا دلوقتي يقول لاي حد عنده ابنه او بنته من سن يوم لسن 5 سنين، طب اصل انا بدي ابني مضاد، كورس مضاد حيوي عشان الواد كان جاله دور برد وعنده المخلوي وعنده معرفش ايه. قال لك لو عنده ايه، ولا التطعيم ده ملوش علاقه باي حاجه، لان في ناس اتكلمت قالت لك لا بس كورسات المضاد الحيوي، المضاد الحيوي تمنع او تتعارض مع التطعيم. قال لك التطعيم ما بيتعارضش مع اي حاجه، ابنك من سن يوم لخمس سنين ارجوك لازم يطعم، لازم يطعم، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، من يوم 11 ليوم 14 ديسمبر ان شاء الله. كنا بنحتفل يعني في العالم كله، كنا بنحتفل مع حضراتكم يوم 3 ديسمبر يعني من يومين باليوم العالمي لذوي الإعاقة، لكن هنا في مصر الحقيقة كل المؤسسات اللي بتهتم بالعمل المجتمعي، كمان وزارة الداخلية من نطاق دورها المجتمعي اللي بتهتم بيه جدا جدا طبعا، كان في زيارات بقى لدور الأيتام كمان أصحاب الإعاقات أو ذوي الإعاقة وتوزيع هدايا عليهم، وكان في محاولة توصيل رسالة ان احنا بندعم ده، ان يكون في تواصل، انه انتوا جزء من المجتمع، لكن كمان عشان نسهل على ذوي الإعاقة اي حاجة هم محتاجينها. فبمناسبة اليوم العالمي ليهم هيتم استخراج ده لمدة اسبوع، يعني من بدأ من يوم 3 ومعاكم لمدة اسبوع، اي وثائق خاصة بالاحوال المدنية تقدروا تطلعوها مجانا لمدة اسبوع بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، اي حاجة تحتاجوها من قطاع الاحوال المدنية. كمان من أخبارنا النهاردة، 3 شروط يجب توفرها للمصريين بالخارج للاستفادة من سيارة زيرو جمارك. طبعا المصريين في الخارج بيتمتعوا هذه الأيام بزيرو جمارك للسيارات، ودي مبادرة كويسة جدا. يعني إيه زيرو جمارك؟ برضه عشان نبقى عارفين، مش معناها أن أنت تجيب العربية بدون جمارك، لكن هتدفع تمن الجمارك وضرائبها وكل حاجتها، هتدفعهم بوديعة في البنك باسمك، وديعة دولارية تستردها بعد 5 سنين. حد يقول لي ما بعد 5 سنين هستردها بالمصري بسعر دلوقتي؟ لا، انت هتستردها بسعر العملة وقتها، يعني كان الدولار وقتها ب20، كان ب30، كان ب10، كان ب5، كان ب100، زي ما يكون بعد 5 سنين، محدش عارف بكرة ايه اللي هيحصل يعني، لكن هتستردها بعد 5 سنين بسعر العملة وقتها، فانت كأنك حاطط وديعة وتاخدها بعد 5 سنين. ايه الاشتراطات عشان اقدر استورد عربية من الخارج؟ اول حاجة يبقى لك اقامة قانونية وسارية خارج البلاد، يعني ليك اقامة قانونية، يعني مش قاعد هربان في بلد، مش قاعد كاسر فيزا باختصار يعني، لا انت قاعد اقامة قانونية، عندك اقامة سارية في البلد اللي انت عايش فيها، سواء كنت بتشتغل او كنت حاصل على جنسية او كنت او كنت او كنت، تمام؟ ان يكون سن المتقدم اللي هو عايز يشتري العربيه يزيد عن 16 سنه، وده طبعا يعني امر بديهي ومنطقي جدا يعني. ثالث حاجه ان هو يكون ليه حساب في الخارج مضى على فتحه 3 شهور على الاقل، يعني ما يكونش انت عامل حساب امبارح في البلد دي عشان تشتري العربيه النهارده، لا يكون عندك حساب على الاقل بقالك 3 شهور هناك، وتقدر تستورد العربيه وفقا لاحكام القانون. طبعا في ابلكيشن وفي امور تانية ممكن تاخد، ممكن تشوفها وتحجز. ما يكونش العربيه كمان عدى عليها 3 سنين، يعني المفروض من احنا عشان في 22 بيكون العربيه اقصاها 2019، بس انا بقول لكل اللي بتشوفونا ما تجيبش عربيه اقل من 2020، لربما يحصل مشكلة في السكة يقول لك انت كتبتها امتى ودخلتها امتى وحصل ايه وجرى ايه، فخليك في الامان ويكون العربية 2020، وبالتوفيق لكل المصريين في الخارج. طبعا على الشاشة، اتفضل يا بلا وعيد، لا اتفضل معانا على الشاشة، معانا سيادة الرئيس دلوقتي في اسكندرية بيفتتح محور التعمير في الاسكندرية، ودي من احد المحاور المهمة في الاسكندرية، وده مشروع من ضمن مشروعات كتيرة جدا بتقام على أرض مصر. كان الرئيس من يومين في المنصورة، النهاردة في اسكندرية.
نروح معاكم لأسعار الذهب. والحقيقة شعبة الذهب دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين وشؤون صناعة الذهب واللي اتقابلنا معاه هنا في صباح النور أكتر من مرة النهاردة بيقول نصيحة لكل الناس اللي بتفكر طبعا أنها تشتري ذهب، وإحنا كلنا عارفين بنقول بقى الذهب ملاذ آمن واللي عاوز يدخر أو يستثمر يشتري ذهب، لكن في قفزة في أسعار الذهب. يعني النهاردة تقريبا 1730 جنيه ال 21 1730 وال 24 1863 وال 18 1397. فالقفزه او النطه اللي حصلت يعني في مثلا اكتر من 10 جنيه في الجرام، ده مش بيعبر عن السعر الذهب العالمي او عن السوق العالمي. احنا هنا في مصر الموضوع مختلف وراجع للعرض والطلب، وفي توقعات كبيره ان الموضوع هينزل. فيعني النهارده تأنوا اللي بيفكر انه يشتري الذهب ما تشتروش دلوقتي لان الاسعار هتنزل، وده مش كلامنا يعني مش احنا اللي بنقول لحضراتكم كده، شعبه الذهب بتقول ان مفيش استقرار وان ده ما بيعبرش عن السعر العالمي وانه هينزل. فحتى لو حد بيفكر انه يشتري، عشان احنا مش ده عشان نكسب او ندخر او نستثمر مش عشان نخسر. فاكره دكتور ناجي اول مره يقول كده؟ اه بالظبط، دايما بيشجع الناس على انها تشتري. بس بصراحه السعر مغالى فيه جدا. انا عايز اقول لحضراتكم انا يعني بقرا حاجات غريبه جدا، الناس بتبيع عقارات وتبيع حاجات وتطلع فلوسها وبتاع عشان تشتري ذهب. عشان كده الذهب مش ماشي مش زي ما قالت هبه، مش ماشي في الجرام، لا 10 جنيه في كمان واكتر. فانا بتكلم في قفزه، يعني انت تبص كده تلاقي ده 10 جنيه النهارده زي ما انت قلتي العيار 21 1800 1730 يا محترم، ده 21 ده من يومين كان ب 1600 بالمناسبه، من اربع ايام كان ب 1500. فالنطات كتيره، هي راجع العرض والطلب جدا، فالموضوع صعب جدا. احنا التكالب هنا يعني اصحابي يقول ايه اللي راح باع عقار ولا باع مش عارف ايه عشان يشتري ذهب عشان شايف ان هو ده الاستثمار، التكالب على الشراء الذهب هو اللي عامل رفعة السعر ده، فده ما بيعبرش ابدا عن ان ده سعر الذهب عالميا. فارجوكم اللي بيفكر انه يشتري عشان ما تخسرش، ومفيش داعي للخساره دلوقتي، الحكايه مش ناقصه، تأنوا في شراء الذهب وهتنزل. يعني دكتور ناجي وتاني بنقول دي اول مره يقول هتحصل هبوط في اسعار الذهب، تنزل المره دي، تنزل المره دي. دلوقتي طب ناخد اخر خبر وهبه تقول لنا الفاصل. كاس العالم، برازيل تواجه كوريا الجنوبيه لتصحيح المسار. كاس العالم على صفيح ساخن، وامبارح استمتعنا بمباريات جميله جدا، والنهارده نستمتع بمباريات اكتر. الحقيقه الكاس العالم ده ليه طعم حلو والمباريات جميله، ما تبقاش عارف مين اللي هيكسب. عاده احنا نقول الفرقه الكبيره اللي اسمها معروف هي اللي هتكسب، لا انا بشوف ان احنا هنشوف مفاجات زي ما شفنا مفاجات في دور المجموعات، اشهرها خروج المانيا. للي بيحبوا الكوره كاس العالم ممتع جدا، تابعوه ويعني منتظرين مباريات اقوى واجمل. حتى لو مش بتشجعه ومش مالكوش في الكوره برضه، لا ابعت لك الموضوع كسب. لا ان انت تقعد تتفرج الاجواء نفسها حلوه حتى لو مالكوش في الكوره يعني. طيب دي كانت اخبارنا النهارده، كنا لسه بنتكلم على اصحاب الاعاقه او ذوي القدرات الخاصه بمناسبه اليوم العالمي ليهم، خصصنا فقره النهارده نتكلم عنهم وعن مساندتهم وعن دعمهم وعن دمجهم كمان مع المجتمع. يكون عندنا فقرة تانية نتكلم فيها عن السياحة العلاجية هنا في مصر، وإحنا بنمتلك مقومات الحياة ممكن تكون مش موجودة في العالم كله عندنا هنا في مصر، إزاي ممكن نستثمرها على خريطة السياحة بعد الفصل.